الله أكبر الله أكبر. اللهم لك الحمد على كل حال، لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك مثقلين بأوثارنا معترفين بتقصيرنا وسوء حالنا. مولانا ليست لنا بضاعة نتقرب بها إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، وبإيماننا بوحدانيتك، وبثقتنا بحكمتك، وبحسن ظننا بك يا رب العالمين. فنسألك بذلك كله ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين خائبين. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك فلا تردها خائبا. أعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء من أن ترد أكفنا خائبة عن سماء رحمتك يا رب العالمين. اللهم إن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حيي كريم يستحي أن يبسط عباده أكفهم إليه فيردها خائبة، وقد بسطنا أكف الرجاء والضراعة إليك فلا تردها الساعة خائبة يا رب العالمين. إلهي أسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تعطي كل منا الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. يا من يسمع كلامنا، ويا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من إليه المرجع والمآل. لا إله إلا أنت الحليم العظيم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. استجب اللهم دعاءنا، يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.